المستشار القانوني للقياده العامه لشرطه ابو ظبي وشريك مؤسس في مكتب شورى للمحاماه. اهميه المؤتمر: ياتي المؤتمر العربي للمحاماه في نسخته الرابعه بحضور اكثر من 120 شخص من دول عربيه من اكثر من 13 دوله عربيه. تحدثنا اليوم في المحاماه بين الابداع والاقناع، وطوفنا على حال المحاماه بين العبرات والعبر، فكم من عبرات تسكب كل يوم على كل مظلوم لم ينل حقه بسبب تقصير محام، وكم من عبرات تسكب كل يوم على كل ظالم لم ينل جزاءه بسبب تقصير محام. وبين العبرات والعبر التي تكتب في أروقة المحاكم نتعلمها من أجيال النبلاء توقظ لدينا ما ألفناه في مهنة العظماء. ورسالتنا لكل محام أن يكون صادقا مع نفسه وألا يلحم في القول لنصرة كل ظالم، فالمحاماة رسالة وليست مهنة، وأن يتذكر قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. فالمحامي قاض يقضي في مذكرتي قبل قضاء القاضي، فيقضي بأن موكله على حق وأن خصمه على باطل، بل ويبادر بذلك في مرافعته ويعلنها علنا ويبذل في ذلك الغالي النفيس. فيجب عليه أن يكون صادقا مع نفسه وأن يتحرى الصدق وأن لا يدافع إلا على كل مظلوم.